أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف أمام مستجدات الوضع في اليمن وما يتعلق بطبيعة التوتر المتصاعد بين الشرعية اليمنية ودولة الإمارات المنضوية في إطار التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في البلاد. قال وزير النقل صالح الجبواني إن قوات النخبة التابعة للإمارات اعترضت موكبه أثناء توجهه لوضع حجر أساس ميناء قنا في محافظة شبوة، وحمل الجبواني في مؤتمر صحفي الإمارات مسؤولية ما يحدث، مشيرا إلى أنها حولت المناطق الجنوبية المحررة إلى مناطق موبوءة بالعنف والجماعات المسلحة. كما اتهم الوزير الجبواني محافظ شبوة علي الحارثي بدعم وتشجيع تهريب الأسلحة والمشتقات النفطية لميليشيا الحوثي عبر ميناء مجدحة قبل تعيينه محافظا للمحافظة. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل وصل الخلاف بين الشرعية اليمنية ودولة الإمارات إلى نقطة لا عودة؟ وهل جاءت الإمارات لدعم الشرعية في اليمن أم لتقويضها؟ وما هو دور المملكة العربية السعودية في هذا الإطار باعتبارها قائدة تحالف دعم الشرعية؟ قبل النقاش نتابع وإياكم هذا التقرير. لابد من تصحيح العلاقة في إطار التحالف، وإلا أنا كعضو في الحكومة لا يشرفني الاستمرار في هذا الحكومة أبدا. ليس هناك ما هو أوضح من هذا القول. إعادة العلاقة مع التحالف إلى المجرى الطبيعي أو اتخاذ الإجراءات المناسبة. أعاد وزير النقل صالح الجبواني توصيف العلاقة بين حكومته والتحالف كما لم يحدث من قبل. الإمارات تقف وفقا لهذا التوصيف في مواجهة مباشرة مع الحكومة اليمنية، وتستهدف وجودها ونفوذها وصلاحياتها، وتختبر إرادتها في الدفاع عن الثوابت في بلد ليس مستعدا للتنازل عن سيادته تماما بالوضوح ذاته الذي عبر عنه وزير بهذا القدر من الوعي بهويته الوطنية اليمنية الراسخة. اليمن لن تركع لأحد، لم تركع في الماضي ولن تركع اليوم. منع الوزير صالح الجبواني من إكمال مهمته في محافظة شبوة، كان متجها إلى ساحل بحر العرب لوضع حجر الأساس لميناء قنا في مديرية رضوم، ضمن خطة أقرتها الحكومة ولأهداف تنموية خالصة من بينها وقف عمليات التهريب التي لم تنقطع للمشتقات النفطية والأسلحة للحوثيين تحت أنظار التحالف وبواسطة سماسرة يشرف عليهم محافظ المحافظة ويجن الجميع من ورائها ملايين الدولارات، كما كشف عن ذلك الوزير صالح الجبواني. فتحوا هذا المكان للتهريب، تهربوا فيه البترول وهربوا الأسلحة للحوثيين، واستمرت هذه العملية لأكثر من سنة حتى فاحت روائح الفساد وفاحت روائح التعاون مع الحوثيين في هذا الإطار. وكان يقوم على هذا الأمر مجموعة من السماسرة والوسطاء، وللأسف تحت قيادة علي بن راشد الحارث. اعترض حاجز أمني تابع لما تسمى النخبة الشبوانية الممولة من الإمارات موكب الوزير الجبواني، وأبلغه بتوجيهات إماراتية صريحة بعدم المرور من هذا الحاجز الواقع في مديرية حبان، وعدم السماح له بالوصول إلى منطقة قنا القريبة من ميناء بلحاف لتصدير الغاز التي زارها قبل ساعات فقط رئيس هيئة الأركان العامة الإماراتي الفريق حمد بن ثاني الرميثي دون استئذان من أحد. يوم أمس رئيس أركان جيشها في ميناء بالحاف، وهي المنطقة التي كنا سنضع حجر الأساس لميناء قنا فيها، ولا أستبعد أن تكون الأوامر قد صدرت من رئيس الأركان الإماراتي. الإمارات وفقا للوزير الجبواني أنشأت جيوشا قبلية ومناطقية وتعمل على تفكيك البلد حتى أصبحت المناطق المحررة موبوءة بالإرهاب وبكل أصناف الفوضى والعشوائية. حتى القاعدة أصبحت تنتشر من طرف المحافظة إلى طرفها، لم تنتشر المحافظة القاعدة في أي لحظة من الوقت السابق كما انتشارها اليوم. ماذا بقي إذن من مهمة التحالف في اليمن الذي اتحد مع الإنقلابيين بهذه الممارسات المقوضة للدولة وللشرعية، ويشكل اليوم جزءا من مشكلة لا يبدو أن اليمن سيحظى بحل مناسب لها قبل أن يثور في وجه كل أعدائه؟
مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من الرياض مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار رحبي، وكذلك الدكتور عبد الله الغيلاني الباحث الأكاديمي الذي ينضم لنا من مسقط. وأبدأ مع الأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، في البداية هل يمكن القول أن ما جاء على لسان الوزير الجبواني يمثل الموقف الرسمي للشرعية اليمنية من التوجه الإماراتي في اليمن؟ الوزير طبعا هو وزير في الحكومة، وهو يتحدث بصفته وزيرا للنقل وليس بصفته محلل سياسي أو ناشط إعلامي، بالتالي هو يتحدث بلسان الحال. قد يكون بعض المسؤولين لا يستطيع الحديث، إما خوفا أو أنه لا يريد الحديث، أو أنه هناك بعض المحظورات على بعض المسؤولين للحديث حول هذه القضايا التي أنا أعتقد أنه من المهم الحديث عنها حاليا، لأن كل تأخير فيها قد يجعلنا ندفع الثمن غاليا في قادم الأيام. حينما سكتت النخبة السياسية وكذلك الحكومة عن عبث الميليشيات الحوثية في دماج وعمران وبعدها، دفعنا الثمن غاليا، وما زلنا حتى هذه اللحظة 3 سنوات ونصف ونحن نعاني من الحرب ونعاني من المواقف المتخاذلة من مقامة ميليشيات الحوثي. بالتالي الآن نقول أن أي صمت عن ما تقوم به دولة الإمارات وعبث الإمارات في اليمن وما تحدث به الوزير من أنا أعتبرها أنها فضائح، والمطلعين على المشهد قد يعرفوه، ولكن لا يتم الحديث عنها بشكل مباشر من قبل الحكومة. هناك أعداد بسيطة جدا من المحسوبين على الحكومة من يتحدثون، بالتالي ما تحدث به الوزير هو يأتي في إطار أن هناك توجه بالفعل لطرح هذه القضايا بشكل واسع. وأيضا رئيس الجمهورية يعني سلم لقيادة التحالف ملف فيه كثير من الانتهاكات وكثير من الاختراقات وكثير من الأعمال التي تقوم بها دولة الإمارات العربية في اليمن. بالتالي أنا أقول أنه من المهم جدا على كل المسؤولين وعلى كل الأحرار أن يتحدثوا بشكل واضح وشكل شفاف. ليس لدينا ما نخسره، نحن للأسف الشديد قد يعني أضعنا الكثير في على المستوى في الوطن وفي اليمن، بالتالي لم يعد لدينا شيء لنخسره. يجب أن نطرح كل القضايا بشكل شفاف، يجب أن نناقش كل قضية على حدة، قضية الضربات الخاطئة، قضية عبث الإمارات في سقطرة في الجنوب، دعمها للميليشيات، دعمها وتمويلها المالي والمعنوي والإعلامي للانقلاب على الحكومة في عدن، يجب أن نتحدث عنه ونضع النقاط على الحروب. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ مختار. أرحب من جديد بالدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور، لو تحدثنا بشيء من التفصيل، هناك كانت أهداف معلنة للتحالف العربي بشكل عام، الإمارات لم تتحدث خارج إطار التحالف، إلى الآن لا تتحدث كثيرا خارج إطار التحالف، وإنما لديها أفعال على الأرض يقول عنها الوزير الجبواني أنها ويصفها بما وصفها في وشاهدنا في هذا التقرير. لو تحدثنا بشيء من التفصيل، كما ترى أنت كمراقب استراتيجي للوضع في المنطقة عموما وفي اليمن خصوصا، ما هي أهداف الإمارات مما تفعله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا للضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. ما تفضل به الوزير ليس مستغربا وهو لم يأتي بجديد، هناك واقع، هناك حقائق على الأرض، وهذه الحقائق ليست يعني حديثة العهد، هذه الحقائق منذ يعني سنتين أو أكثر تتبدى على الأرض اليمنية. أنا أحسب الآن قبل أن أجيب على هذا السؤال، أحسب أن هناك جملة من الاستحقاقات الاستراتيجية أمام حكومة الرئيس هادي. أول هذه الاستحقاقات بسط نفوذها على الأرض اليمنية، بسط نفوذها على المناطق المحررة من اليمن. الحكومة اليوم ليست حاضرة، يعني حاضرة خاصة في بعض المناطق الشرقية، في شبوة، في حضرموت، في المهرة، يعني يتعزز وجودها ربما في مأرب وفي تعز إلى حد ما، ولكن في سائر المحافظات المحررة ليس هناك حضور ونفوذ وسلطة حقيقية لهذه الحكومة. إذن هي اليوم أمام هذا الاستحقاق، يعني هذا مقدم على أي مسألة أخرى، حتى المسائل الخدمية. يعني أنت لا يمكن أن تشترح مشروعا خدميا وأن تقدم للناس شيئا من احتياجاتهم اليومية والأمن مفقود. أنت كحكومة ليس لك حضور على الأرض، لا تبسط سلطتك ولا نفوذك على الأرض. هذا هو الاستحقاق الأول. الاستحقاق الثاني، أنا أتصور اليمن اليوم فيما يتعلق بالعلاقة مع التحالف أمام منعطف، فعلى حكومة الرئيس هادي أن تعيد صياغة يعني هذه العلاقة وأن تبنى على أسس تختلف عن الأسس التي يعني بنيت عليها.
عملية التحرير الآن توقفت إلى حد كبير. التحالف جاء من أجل تحرير اليمن، إسقاط الحوثيين، إعادة الحكومة الشرعية إلى سدة الحكم مرة أخرى، ثم الانسحاب وترك الأمر لليمنيين ليصيغوا نظامهم الديمقراطي بأنفسهم. هذا لم يحدث. إذن على حكومة هادي أن تعيد النظر في صيغة هذه العلاقة مع التحالف، وأن تبنى هذه العلاقة على أسس وعلى مقومات جديدة. الاستحقاق الثالث في تقديري هو يعني بلورة تصور لعملية التحرير. صار واضحا اليوم أن التحالف غير معني بتحرير اليمن وإسقاط الحوثيين. إذن على الحكومة أن تخرج من حالة الارتهان إلى التحالف فيما يتصل بإنجاز عملية التحرير، والبحث عن وسائل وآليات ومقاربات أخرى لإنجاز عملية التحرير. ويمكن أن يكون بعد ذلك دور التحالف هو دورا يعني داعما ومساندا للجيش الوطني. أما أن تعتمد الحكومة اعتمادا كليا وأن ترتهن إلى أجندات التحالف في إنجاز عملية التحرير، فيبدو لي أن هذه مسألة صارت مسألة عبثية. الآن العودة إلى ماذا تريد الإمارات. الإمارات طبعا يعني أضحى واضحا أنها تتحرك وفق مشروع إقليمي. هذا المشروع الإقليمي يعني إطاره أبعد من اليمن. هذا المشروع يتمحور حول قضية محورية، وهي تأبيد حالة الاستبداد، استئصال الحركة المطلبية في المنطقة، القضاء على ما يسمونه بالإسلام السياسي أو الإسلام السياسي السني، وبالتالي سد الأبواب على كل يعني محاولات يعني المطالبة بالإصلاح الدستوري وتغيير هذه الأنظمة الاستبدادية. فيبدو لي أن الأجندة، أجندة الإمارات في اليمن، هي تدور في ضمن يعني هذا المشروع الإقليمي الواسع الذي تشترك فيه قوى إقليمية ودولية أخرى. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور عبد الله. أعود إليك أستاذ مختار. يعني كان واضح وزير النقل صالح الجبواني فيما تحدث ومطالبته بموقف حقيقي من الشرعية، من الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهو قال أنه لن يتشرف بالبقاء بهذه الشرعية أو تحت إطار هذه الشرعية إذا لم يتخذ موقف. هل من المتوقع إذن أن يصدر الرئيس عبد الرب منصور هادي شيء يتناسب مع ما تفعله الإمارات على الأرض اليمنية؟ أولا رئيس الجمهورية ليس صامتا على ما تقوم به الإمارات، ليس من اليوم. عبث الإمارات ظهر منذ وقت طويل جدا، ولكن لم يكن أحد يتحدث عن ما تقوم به الإمارات من عدن، في عدن وفي المناطق الجنوبية بشكل عام. واختلاف رئيس الجمهورية هو بسبب أن الرئيس رفض منحهم الصلاحية والشرعية لأن يصبحوا هم المهيمنين على كافة المناطق الاستراتيجية، منها باب مضيق باب المندب وكذلك جزيرة ميون وجزيرة سقط. الرئيس الجمهوري رفض وتحدث بشكل صريح أنهم جاءوا لدعم الشرعية، وتحدث مع التحالف العربي بهذه الطريقة. بالتالي نقول أننا ننتظر من الأخ رئيس الجمهورية بالفعل أن يتخذ إجراء ضد ما تقوم به الإمارات. ليس من المعقول أن يتم يعني دعم انقلاب، وهذا طبعا شيء واضح جدا في عدن. ليس من الممكن أن يتم منع وزير يمثل الحكومة الشرعية من الدخول وافتتاح مشروع استراتيجي ومشروع تنموي في محافظة شبوة. ليس من المعقول أن يتم منع رئيس الوزراء من الخروج والاحتفال بالعيد 30 من نوفمبر من قبل ميليشيات تتبع الإمارات. ليس من المعقول أن تعبث الإمارات في جزيرة سقطرة ولا يحصل هناك ولا يحدث هناك أي إجراء ضدها. نقول لأشقائنا في التحالف العربي، أشقائنا، أنتم جئتم لمساعدتنا ومساعدة اليمنيين لاستعادة دولتهم، ولست أنتم مكان الدولة. الدولة تقوم بعملها، الدولة هي التي تقوم بأعمال الأمن والاستقرار وبسط نفوذها في هذه المناطق. لا يقبل اليمنيون أن يأتي إماراتي أو غير إماراتي أن يقوم هو ويتحكم بكل شيء، بالجانب الأمني، بالجوانب الأخرى، على حساب الشرعية وعلى حساب الحكومة اليمنية. نقول أنكم جئتم ووقفتم موقفا مشرفا مع انطلاق عاصفة الحزم، ووقفتم إلى جوار اليمنيين. بالتالي لا يمكن أن يقبل اليمنيين أن يأتي إماراتي وأن يعبث في اليمن وأن يدعم ميليشيات وأن يكون هو المتنفذ ويكون هو من يدعم انقلاب آخر داخل الشرعية. بالتالي نحن ننتظر موقف من الحكومة. وكما ذكر الأخ الوزير أنه هدد بأن يقدم استقالته في حال لم يتم اتخاذ أي إجراء في وهو الآن متواجد هنا في الرياض. بالتالي نحن ننتظر حتى يتم الإعلان عن ما الذي ستقوم به الحكومة
ولعل ذلك يكون قريب. طيب يعني أمام ما تحدث عنه الآن دكتور عبد الله الغيلاني من استحقاقات أمام الحكومة الشرعية ورئيس هذه عموما، ضبط النفوذ على اليمن، كذلك إعادة النظر للتحالف لطبيعة العلاقة معه، وأخيرا يعني البدء بتحقيق عملية التحرير وإن كان بوسائل أخرى غير المطروحة حاليا، في أي سياق يمكن أن نرى فاعلية أكبر للشرعية خلال الأيام المقبلة وفقا للمتاح في نهاية المطاف؟ سيدي العزيز، رئيس الجمهورية أعلن أكثر من مرة أنه عائد إلى مدينة عدن وأنه سيدير المشهد من مدينة عدن. من الذي يعيق عودة رئيس الجمهورية؟ هذا سؤال مهم جدا. من الذي يعني يعمل عوائق على عودة رئيس الجمهورية؟ ورئيس الجمهورية أعلن بنفسه من خلال عدة لقاءات صحفية أنه سيعود إلى عدن، أعلن أنه سيعود بعد عيد الأضحى، أعلن أنه سيعود بعد المشاركة في المؤتمر في الأمم المتحدة في أعمال الجمعية العمومية. بالتالي نقول من الذي يعيق عودة رئيس الجمهورية، ومن الذي يعمل على يعني تكوين كيانات ودعم كيانات وتسمين كيانات عسكرية خارج إطار الدولة بحيث تكون لهم السلطة الفعلية في الأراضي أو في المناطق المحررة، بالذات في المناطق الجنوبية. اليوم من يدخل إلى مطار عدن هو يأتي باستئذان إماراتي، من يخرج من مطار عدن يأتي باستئذان إماراتي. بالتالي علينا أن بالفعل علينا أن نصحح العلاقة بين الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا وبين الإمارات وبين التحالف بشكل عام، وأن يتم وضع المسميات في وضع النقاط على الحروف، ويعرف كل طرف ما الذي له وما الذي عليه. أشكرك أستاذ مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا على الهاتف من الرياض. بالعودة إليك دكتور عبد الله، يعني ما هو الممكن أمام الشرعية في سياق علاقتها مع التحالف العربي تحديدا يعني الإمارات العربية المتحدة؟ هناك كثير من يطالب بأن يعلن الرئيس هادي طلبه وقف تدخل الإمارات، هل يعني وفقا للمتاح يمكنه القيام بذلك في حساب المصالح والخسائر؟ نعم، الحكومة الشرعية أخي الكريم تملك جملة من الأوراق ولكنها لا تستخدم هذه الأوراق. أمر محزن جدا ومضحك في آن معا أن رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يعود إلى بلده ليدير المناطق المحررة من بلده، وزرائه لا يستطيعون التجوال في مناطقهم، رئيس وزرائه يعني قابع في قصر المعاشيق في عدن ولا يستطيع الخروج إلا بإذن من هنا أو هناك. هذا مشهد مأساوي، هذا مشهد مؤسف ومؤلم ومضحك في الوقت نفسه، أن تكون الحكومة في هذا الوضع الذي هي تزعم أنها يعني تطلع بعملية إنجاز تحرير، بعملية يعني تقديم خدمات، بإدارة مناطق محررة تقدر بأكثر من 85% من الأرض اليمنية، ومع ذلك فلا تستطيع هذه الحكومة، لا يستطيع رئيسها أن يعود إلى عاصمة بلده المؤقت، لا يستطيع رئيس وزرائه أن يخرج من قصره من مكتبه، لا يستطيع وزرائه أن يتجولوا في مناطقهم في بلدهم. هذا أمر مؤسف جدا. الآن ما هو المتاح أمام الحكومة مرة أخرى؟ يعني أولا أنا أتصور أن المملكة العربية السعودية لاعتبارين، باعتبارها قائد هذا التحالف أولا، وباعتبارها الدولة المحورية في المنطقة، وباعتبارها أيضا الدولة التي يعنيها أمر اليمن أكثر من أي دولة خليجية أخرى، الدولتان المتماستان مع اليمن وبالتالي المتضررتان أو المنتفعتان من وضع اليمن هما سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ولعل المملكة العربية السعودية أكثر التصاقا وأكثر تماسا مع الحالة اليمنية والمشهد اليمني. الآن المملكة العربية السعودية تطلع يعني بنصيب وافر جدا من المسؤولية عما يجري على الأرض اليمنية، هي قائدة هذا التحالف، الإمارات منضوية في إطار هذا التحالف، فما عسى أن تفعل المملكة العربية السعودية؟ الرئيس هادي موجود في الرياض وهو على صلة مباشرة بالحكومة السعودية، وهذا ليس هو الحدث الأول من نوعه. أنا كما قلت أن هذه المسألة تحولت إلى ظاهرة العجز وانعدام المكنة الاستراتيجية لدى الحكومة في حدها الأدنى. إذن المملكة العربية السعودية عليها أن تتخذ موقفا إذا هذا المشهد الهزلي الذي يحدث، لأن الوضع الحالي المشروع الموازي الذي يجري في اليمن الآن يؤسس لحالة من الاحتراب والتمزق. المملكة العربية السعودية سوف تجني ثمارها المرة يعني لاحقا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا.
نعم تفضل. نعم دكتور، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا مرة أخرى. أرحب بمن ينضم إلينا الآن، الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح الصقلدي من عدن. أهلا بك أستاذ صلاح. أهلا وسهلا، مساء الخير ومساء الخير للسادة المشاهدين جميعا. حياكم الله. إذن أستاذ صلاح، يعني بوضع اعتبار تصريحات وزير النقل صالح الجبواني بالأمس، برأيك إلى أين أو كيف تراقب الخلاف الذي يبدو ما بين الشرعية اليمنية ودولة الإمارات؟ في تقديري أن ما يجري في شبه هو جزء مما يجري في الجنوب كاملا، يعني فهناك الأوضاع على الأرض لم تحسن بعد، وهناك مشاريع سياسية متصادمة في الجنوب خاصة، وبالتالي ما حصل في شبوه مثل ما حصل في عدن، وسيحصل كثيرا في مناطق كثيرة في الجنوب وفي الشمال طالما بقي الوضع السياسي على ما هو عليه، يراوح مكانه وأفق التسوية مسدودة. وما حصل في شبوه وتزامن مع الحملة الأمنية التي تقوم بها النخبة الشبوانية لمكافحة الإرهاب، وهذا إن حصل هناك إجراءات ضد الوزير وضد المحافظ وحصل هناك إشكاليات فله ما يبرره، بحكم أن العمليات العسكرية التي تتم ضد هذه الجماعات هي الأولوية لها، ويجب أن كل الطاقات تحشد لمجابهة هذه الجماعات. وفي تقديري أن لابد أن تنحى كل المشاريع السياسية وكل الحسابات السياسية جانبا حين يكون الأمر متعلق بمحاربة الإرهاب، وأي عرقلة للعملية في شبوه وسينعكس سلبا على المحافظات الأخرى. أستاذ صلاح، أنت تتحدث الآن عن موضوع محاربة الإرهاب، لكن هذه العملية التي أعلن عنها في بعض وسائل الإعلام اليوم، وربما كانت وكالة الأنباء الإماراتية تحدثت عن عملية في شبوه ضد الإرهاب، كان أعلن عن مثيل لها قبل حوالي شهر أيضا. يعني هناك عمليات متتالية، لكن هناك حديث على أن ما تم إعلانه هو تغطية للهجوم الشديد من قبل وزير النقل على الإمارات بالأمس. أذكرك وأذكر السادة المشاهدين بأن هذه الحملة التي تقول بأنها تكررت وهناك من يلمح بأنها لها حسابات سياسية بعيدة عن محاربة الإرهاب، أذكر الجميع بأن عام 2012 هناك حملة واسعة، وحينما كان الرئيس هادي موجود في صنعاء وكان وزير الدفاع الصبح، حملة شديدة وربما أنت تذكرها والسادة المشاهدين يذكرها، بأنها حملة واسعة النطاق، والجيش حين كان لا زال متماسكا، وحصل حملة كبيرة وعادت هذه الجماعات مرة ثانية. واليوم إن كان عادت هذه الجماعات ترتيب نفسها بالمقارنة مع حصل قبل شهر مثل ما تقول، فهذا شيء طبيعي، لأن هذه الجماعات تجد هناك ملاذا في كثير من المناطق وكثير من المحافظات، فهي تتجه إلى مأرب وهناك من يحتضنها وتتجه إلى وادي حضرموت، وتجد هناك ألوية حقيقة، يعني ألوية عسكرية نظامية هي من تساندها وتوفر لها كل أسباب القوة وكل أسباب الحماية. وما حصل اليوم هو عمل يجب أن نشيد به جميعا، ويجب أن نعتذر هذا، لأن هذه الجماعات هي خصم للكل، ومن يعتقد أن سيستخدم الجماعات الإرهابية لحسابات حزبية وسياسية فهو مخطئ، وقد جربت هذه الطريقة كثيرا من عام 90 إلى حد اليوم. جربتها أحزاب، وكان المبال على الجميع كلهم بما فيها تلك القوى التي اعتقدت أن ورقة الإرهاب ممكن من خلالها تحقق مكاسب سياسية. طيب الآن، وبوضع اعتبار لما تحدثت فيه على نجاعة هذه العمليات وعدم وضرورة عدم تسييس هذه العمليات وملف الإرهاب، برأيك الدور الإماراتي في اليمن هل يمثل متطلبات الجنوبيين أم يمثل المصالح الإماراتية بشكل أكبر؟ ما في شك بأن الإمارات أتت إلى اليمن بمعية السعودية ودول التحالف لمصالح إماراتية والمصالح السعودية والمصالح الخليجية، هذا لا خلاف فيه على الإطلاق، فلا يمكن أحد أن يغامر بقبضه وقضيضه وقواته وجنوده وأبنائه لخاطر شعب آخر أو لخاطر تنظيم دولة أخرى، فبالتالي إذن إلى أي مدى تتقاطع مع المصالح الخاصة بالمتطلبات الجنوبية عموما؟ ما هي مساحة التقاطع؟ نعم، فيما يخص مكافحة الإرهاب فأعتقد أن هنا يلتقي الكل،
الإماراتيين والجنوبيين وكل القوى اليمنية تلتقي في هذه النقطة، ولكن يبقى أن المشارع السياسية متصادمة. هناك قضية جنوبية لم تحل، وهناك قضية يمنية وأزمة يمنية وحرب لم تحسم بعد، وما قدمته الإمارات في جانب مكافحة الإرهاب هو بشكل عام مرضي. ويبقى الجانب السياسي، هل خدمت الإمارات القضية الجنوبية؟ هل أوصلتها إلى بر الأمان؟ هذا ما لا أستطيع أن أجزم فيه، ولكن أقول بأن في الأول الأخيرة استطاعت الإمارات، قدمت ولو بشكل غير مباشر، أعطت مجال للقضية الجنوبية وتحديدا للمجلس الانتقالي بأن ينتشر في فضاء سياسي وعلى الأرض، وهذا لم يعني مقارنة بما كان على الأقل قبل سنة لم يكن هذا موجودا. ولكن اليوم في الجانب في النافذة السياسية القضية الجنوبية طلت بشكل لا بأس فيه، في جانب الترتيبات على الأرض وتثبيت المؤسسات في هناك خطوات وإجراءات وإن لم تكن بالشكل المرضي والمقبول، ولكنها تمت يعني وتتم، وبالذات يعني تثبيت الأمن وإعادة الخدمات إلى عدن تقريبا، ولو انها ليست بالشكل المطلوب، ولكنها هناك تمشي خطوات برغم ان هناك عرقله تتم عن عمد، وبالتحديد يعني عرقله من طرف الشرعيه، وبالذات في عرقله عوده الخدمات ومطالب الناس لحسابات سياسيه واضحه بدون ادنى شك. طيب. ولوضع المجلس الانتقالي والامارات في زاويه الحرج، وكان يقول للشعب هناك بان خصمكم هو الامارات، خصمكم المجلس الانتقالي، فمن يريد معاشه، فمن يريد خدماته، فمن يريد متطلباته، فما عليه الا ان يصطنب بالامارات ويصطنب بالمجلس الانتقالي. هذا للاسف هو ما تقوم به الشرعيه بكل تكويناتها الشرعيه بما طيب. فيها حزب الاصلاح والفئه النفعيه الجنوبيه المحيطه بالرئيس. طيب دعني أعود إلى الدكتور عبد الله الغيلاني بسؤال أخير. دكتور، يعني بوضع اعتبار لما تفضل به الأستاذ صلاح الصقلدي وهو يتحدث إلينا من عدن الآن، ما المتوقع يعني من خلال سلوك دول التحالف ومن خلال سلوك الشرعية وبقية الفاعلين السياسيين داخليا في اليمن، ما هو المتوقع خلال الأيام القادمة على الساحة السياسية والعسكرية برأيك؟ أولا دعني أقول أن الحديث عن مكافحة الإرهاب هو ذريعة، ما في ذلك شكل، عدة أسباب. أولا، قوات التحالف لم تأتي إلى اليمن لمحاربة القاعدة أو غير القاعدة، هي جاءت من أجل إسقاط الحوثيين وإعادة الحكومة الشرعية، هذا واحد. لكن دعني أفترض أن ما يحدث الآن في اليمن هو يعني مكافحة الإرهاب. من المعني بمكافحة الإرهاب؟ هل هي قوات التحالف أم الحكومة الشرعية؟ وهل مكافحة الإرهاب ينبغي أن تتم من خلال الحكومة الشرعية أو من خارجها؟ ما علاقة مكافحة الإرهاب بمنع وزير من الوصول إلى مقصده ومحاصرة القصر الجمهوري في عدن ومنع الرئيس من العودة إلى عدن؟ ما علاقة مكافحة الإرهاب بكل هذه يعني التصرفات؟ أنا أقول على الحكومة الشرعية الآن كما قلت آنفا أن تتخذ جملة من الإجراءات ويعني في يعني سلوكها، وأن تخطو خطوات استراتيجية. أما فيما يتعلق بما هو المتوقع، أنا أتوقع إن لم تتحرك حكومة هادي في اتجاهات أخرى وتفكر خارج الصندوق وتجري مراجعة يعني أدائها على الأرض ولعلاقتها بالتحالف، أتوقع أن يعني يحدث هناك مزيد من التوغل للمشروع الموازي سواء في عدن أو في المناطق المجاورة أو في المحافظات الشرقية. وما أتوقع أيضا من المملكة العربية السعودية يعني أن تحدث كثير من المراجعة في أدائها. الكرة الآن في ملعب الرئيس هادي وحكومته، اليمن أمام منعطف، فعليهم أن يعني يجترحوا مقاربات جديدة ومختلفة تماما عن المقاربات السابقة، وإلا فإن الوضع على المستوى العسكري والسياسي والإنساني سيزداد سوءا في اليمن. أشكرك دكتور عبد الله الغيلاني الباحث الأكاديمي، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط. وبعودة أخيرة إليك أستاذ صلاح، بالنسبة للمواطن الجنوبي الآن أو المواطن في المحافظات المحررة في الجنوب، كيف يرى ويتابع كل هذه الأحداث على الساحة اليمنية، وما الذي يريده برأيك في أقل من دقيقة؟ نعم، التطلعات الجنوبية بشكل عام هي ما تزال عند مكانها، فأغلب الساحقة من الشعب في الجنوب ولا زال متمسكا في مشروعه التحرري، برغم ما يشاهده على الأرض من تشابك في المشاريع، وبرغم ما يدور فيها من أمور واضطرابات
متداخلة سواء بأيادي إقليمية أو بأيادي يمنية وأيادي محلية، ولكن يظل التطلعات الجنوبية هي لا تزال ثابتة وموجودة بإصرار عظيمة بالداخل النخب السياسية وداخل الشارع في الجنوب، برغم ما يشوبها في أحيان كثيرة من نوع من التوجس ونوع من الشكوك والريبة، خصوصا حين يتعلق الأمر بتسويات وتحالفات تتم من خلف الظهر الجنوبي بين التحالف وقوى يمنية مثل الإصلاح وقوات وبقايا من المؤتمر الشعبي العام، هذا هو ما يخيفه. أما فيما يتعلق بتطلعاته فهي لا زال متمسكا بها ولا زال ثابتا سواء على الأرض أو على المجال السياسي أو على المجال الأمني أو على كل الصعد بشكل عام. أشكرك الكاتب الصحفي أستاذ صلاح الصقلي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، على تواجدك معنا في هذه الحلقة. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، على طيب المتابعة، في أمان الله.